بسم الله الرحمن الرحيم لغة فرنسية نستأنف مع بيير لي كومبروندر ومع بوف إلو لابان. بوف إلو لابان القط بوف والأرنب. سجور لا في هذا اليوم. إذا كما نقول هذا اليوم هنا أو شيء من القبيل، ولكن المقصود في هذا اليوم. ستلاب خميدي كان بعد منتصف النهار. تنعرف بأن ميدي هو منتصف النهار. إذا عندنا أتخنا في لامبارفي. إذا كان ممكن نقول مثلا سلابخيميدي، إنه الآن بعد منتصف النهار. نتكلم عن الوقت الذي يأتي بعد منتصف النهار، ولكن الذي عندنا هنا سلابخيميدي، إنه كان بعد منتصف النهار. نتكلم عن الماضي هنا. إليا في سورة طابل يعني أنه كان هناك فوق المائدة. إليا في سورة طابل دو لا كوزين، كان هناك على مائدة المطبخ. عندنا avoir في لامبارفي بنفس الطريقة هو في الماضي كما هو حال être الذي رأينا. كان ممكن بنفس الطريقة نقول إليا سور لا طابل. كان ممكنا القول إليا سور لا طابل يعني أن هناك فوق المائدة الآن، ولكن الذي عندنا إليا في سور لا طابل دو لا كويزين يعني أنه كان هناك على مائدة المطبخ. dans une grande casserole à large couvercle يعني في قدر كبير دو غطاء عريض. نتكلم هنا عن لارج كوفيركل يعني غطاء عريض. طبعا حنا نتكلم عن الغطاء، مهما كان هذا الغطاء سواء كان غطاء قدر او غطاء صندوقين او غطاء اي شيء اخر، اذا نقول كوفيركل. اذا دون زين غوند كاسخول لارج كوفيركل. طبعا نتكلم عن كاسخول المقصود به القدر ذو يد طويله على جانبه كما نرى في الصوره، اذا يسمى كاسخول. اذا دون زين غوند كاسخول لارج كوفيركل اللبان، كان هناك على مائدة المطبخ في قدر كبير ذو غطاء عريض. ماذا كان هناك؟ اللبان، كان هناك أرنب. on l'avait mis à cuire يعني أننا وضعناه ليطبخ أو وضع ليطبخ. إذن on l'avait mis كما نقول بأنه وضع، الجملة أنها مبنية للمجهول. ماذا كان هناك؟ اللبان، كان هناك أرنب. أولا عندنا هاد أن أنها لا تعني ضميرا بعينه، ما تتعنيش مثلا أنا أو أنت أو هو أو هي أو هم، كأننا نقول أحد الناس. مثلا هنا عندنا on l'avait mis يعني أحد الأشخاص وضعه. طبعا الحال عندنا لو فيغميتر، عندنا لو فيغميتر. إذا عندنا لو فيغميتر كاين في البلوس كو بارفي للإشارة. هاد لو بلوس كو بارفي أنه تيجي قبل واحد الماضي آخر كما تنشوفوا. عندنا بلوس كو بارفي، عندنا مثلا هنا لامبارفي il y avait sur la table de la cuisine، اذا كان هناك على مائدة المطبخ. ثم عندنا بعدها on l'avait mis يعني انه وضع قبل ذلك، كما نقول بانه وضع قبل ان يكون على المائدة كما نقول. في اللحظة الاولى كنا نتكلم على il y avait sur la table de la cuisine يعني انه كان فوق مائدة المطبخ. ثم بعد كلام قلنا on l'avait mis à cuire يعني انه وضع قبل ذلك كما نقول. علاش؟ لان عندنا هنا لو فيغ ميتر كاين في البلوس كو بارفي يعني تنتكلموا على واحد الماضي سابق واحد الماضي اخر حنا تنتكلموا عليه. سابق واحد الماضي اخر جاء في سياق الكلام، وهذا الماضي الاخر كما راينا قبلا هو هاد لامبارفي. إذن il y avait sur la table de la cuisine il y avait sur la table de la cuisine dans une grande casserole à large couvercle. إذن كان هناك على مائدة المطبخ في قدر كبير ذو غطاء عريض اللبة يعني كان هناك أرنب. إذن احنا نتكلم على هذا الأرنب بأنه كان فوق المائدة. on l'avait mis إذن هو وضع قبل هاد الماضي on l'avait mis. إذا عندنا ماتخ هنا حتى هو في واحد الماضي، ولكن هذا الماضي اللي عندنا فيه ماتخ هو أكثر من الماضي الأول اللي تيتكلم على إليافي سو لا طابل بأنه كان هناك فوق المائدة. إذا عندنا ماضي فايت ماضي آخر في القدم كما نقول، يعني أنه جا قبل منه، عاد جا الماضي الآخر من بعد منه. إذا هما في الحقيقة راه بجوج في الماضي، ولكن تنتكلم على ماضي سابق ماضي آخر. إذا الماضي اللي سابق هو اللي فيه ماتخ on l'avait mis يعني أحد الأشخاص وضعه أكوير
وضعه ليطبخ avec des petits oignons مع بصلة صغيرة des champignons ثم مع فطر du thym مع زعتر أو سعتر du vin doré ثم مع خمرين مذهب كما نقول طبعاً حتى نتكلموا على اللغ لغ يعني الذهب الصفة اللي تجي منه هي دوغي إذن du vin doré خمر مذهب يعني أن لون الخمر هنا أصفر تماما كما هو لون الذهب طبعا رغم أن لونه كلون الذهب فهذا لا يعني بأنه نافيس مثل الذهب طبعا إن كان للخمر بعض المنافع وهذا لم ينكره القرآن الكريم كما نعرف نحن كمسلمين فإن له أضرارا كثيرة وكبيرة وخطيرة على الإنسان وهذا أصبح يقول به حتى طبعاً حال جهات كثيرة من الغرب فقط بالعقل أصبح يدرك بأن الخمر يشكل خطورة على حياة الإنسان لما يحصده الإنسان من كوارث إنسانية إن صح التعبير بسببه على كل حال الذي يهمنا هنا هو المصطلحات التي نراونا طبعا علينا أن نعرف هذه المصطلحات أولا لا يهمنا بطبعة الحال الفكرة فليس كل ما يقرأ فهو صحيح فليس كل ما يقرأ صحيح فعلى الإنسان بطبعة الحال أن يستخدم عقله وفكره وينظر أي هذه الأمور صحيحة إذن قال فيمي أكوير إذن وضع أحد الأشخاص وضعه قال فيمي أكوير avec des petits oignons des champignons du thym du vin doré toute la cuisine en était embaumée يعني أن كل المطبخ en était embaumée يعني كان معطرا به يعني أنه كان معطرا بهد الأمور التي ذكرنا إذن عندنا embaumée مقصود بها parfumée يعني أنه معطر سلابان هذا الأرنب دونسا كاسخول في قدره يعني بحال كنتكلم على واحد الأرنب جالس في القدر ديالو إذن سلابان دونسا كاسخول هذا الأرنب في قدره هو في خواديسي دو بلمتا يعني أنه كان يبرد طبعا حتى نتكلمون على لغة غوف خواديغ برودة يعني أنه أخذ يبرد طبعا بعدما تم طبخه فإنه وضع لكي يبرد ويفقد حرارته إذن غوف خواديسي يعني أنه كان يبرد دو بلمتا منذ الصباح يعني أنه وضع منذ الصباح بعد أن طبخ وضع بعيدا عن النار حتى يبرد car il était destiné au repas du soir car il était destiné au repas du soir إذن هذا الأرنب بقدره وضع بعيدا عن النار حتى يبرد منذ الصباح car لأنه باسوكو بمعنى آخر إذن لأنه il était destiné يعني أنه كان مخصصا طبعا الحل غير destiné مقصود به خصاصة مثلا نقول elle destine son bureau à la réception des visiteurs. إذن هو خصص مكتبه لاستقبال الزوار. هو خصص مكتبه لاستقبال الزوار. Il destine son bureau à la réception des visiteurs. هو خصص مكتبه لاستقبال الزوار. هنا بطبيعة الحال نتكلم على هذا الأرنب car il était destiné لأنه هو كان مخصصا au repas du soir. كان مخصصا لوجبة المساء. Le chapouf sur un coin de la table في جانب على المائدة في جانب من المائدة طبعاً حال الكوان المقصود به الركن إذا عندنا هنا sur un coin de la table طبعاً un coin ممكن أنه يعني الركن ركن البيت مثلاً وممكن أنه يعني un endroit يعني مكان معين إذا sur un coin de la table يعني على مكان معين من الطاولة أو من المائدة paraissait dormir profondément paraissait يعني تنتكلموا على لو شابوف paraissait اذا نتكلم عن لو شابوف اذا كاننا نقول هنا لو شابوف paraissait dormir يعني انه يبدو نائما لو فار paraître يعني يبدو او يظهر يعني ما تنعرفوش واش بصح كما هو يبدو او لا مثلا عندنا هنا paraissait dormir يعني انه كان يبدو نائما واش بصح هو نائم او ماشي نائم المهم انه تيبدو نائم اذا نتكلم على فيغ باغيتر يعني بدا او ظهر شي حاجه تتبان لك في الظاهر ديالها هكذا اذا باغيسي دورنيغ يعني انه كان يبدو نائما بروفونديمون يعني بعمق نقول عن شيء انه بروفون
يعني أنه عميق. تنتكلموا على لا بروفوندور، نتكلم على لا بروفوندور يعني على العمق، عمق البئر، عمق البحر. إذا نتكلم على لا بروفوندور، إذا هنا نقول بروفون يعني أنه عميق، نتكلم عن أدجكتيف. ولكن الذي عندنا هنا بروفونديمون يعني بشكل عميق. إذا القط بوف كان يبدو نائما بشكل عميق كما يظهر، كما يظهر سون سانتيريسي أ سات كاسخول، بدون أن يهتم بهذا القدر. سون سانتيريسي، سانتيريسي أ كيلكو شوز يعني أنك تهتم بها. إذا سانتيريسي هنا سون سانتيريسي بدون أن يهتم، طبعا ما عدناش هنا بدون أن يهتم لأن الفعل كما تنشوفو ما مصرفش. إذا كأننا نقول في الحقيقة بدون اهتمام. سون سانتيريسي، سون سانتيريسي أ سات كاسخول، بدون اهتمام بهذا القدر. اي اسون كونتوني، وبمحتواه. لو كونتوني يعني المحتوى، يعني ما يوجد داخل هذا القدر، اذا يسمى لو كونتوني. ممكن نتكلم مثلا عن لو كونتوني دو ليفر يعني محتوى كتاب. اذا نتكلم عن لو كونتوني. اذا هنا القط لا يهتم لا بالقدر ولا بمحتواه كما يبدو، وهذا من خلال ما يبدو على القط كونه ينام بشكل عميق. إذن بونات، لابتيت بون، كما تنشوفوا بونات كأن هذا الاسم مستنبط من كلمة بون. لابون هي الخادمة، بون هي الخادمة، لابتيت بون يعني الخادمة الصغيرة. وبنفس الطريقة كما نرى بأن كلمة بونات كأنها مستنبطة من كلمة بون، كما نقول خويديمة. إذن بونات كما نقول خويديمة. مثلا نقول كاميون، كاميونات يعني شاحنة، شويحنة. في فيات يعني بنت، بنية. إذن عندنا هنا بونات. إذن كما نقول خويديمة. إذن كما نقول بأن هذا الاسم هي تلقب هكذا، إذن أصبح كأنه اسم. إذن نقول بونات. لابتيت بون الخادمة الصغيرة. أشوفي دورانج لا كويزين، اشوفي يعني انها، المقصود تيرميني. اذا اشوفي دورانج لا كويزين يعني ان انهت بترتيب او تنظيم لا كويزين المطبخ. اشوفي دورانج لا كويزين، المقصود انها انهت تنظيم وترتيب المطبخ. هل تنقول بانها كملت من جميع المطبخ يعني انها جمعت الكوزينه. اذا لابتيت بون اشوفي دورانج لا كويزين، إذن الخادمة الصغيرة أنهت ترتيب المطبخ كونتيلي فيني عندما هي أنهت الألا دونسا شومب، يعني هي ذهبت إلى غرفتها. عندنا لو فيرب ألي، لو فيرب ألي يعني ذهب، ولكن أنا نصرف الباسي سامبل يعني باش يفيد لنا السرعة، وفي نفس الوقت لأن القصة تتطلب يكون لو باسي سامبل. إذن الألا دونسا شومب يعني أنها هي ذهبت إلى غرفتها. Et pour rester tout seul. ثم القط بوف بقي وحيدا. Et pour rester tout seul. والقط بوف بقي وحيدا. Et pour rester tout seul. والقط بوف بقي وحيدا. ثم يقول الكاتب tout seul avec le lapin. وحيدا بالكل مع الأرنب كما نقول. كما نرى بأن الكاتب يؤكد على كلمة seul. كأن شخصا يحكي لك مثلا فيقول لك القط بقي وحيدا. وحيدا بالمرة. مع الأرنب. ثم يقول بقي وحيدا بالمرة كونتيلي فيني عندما هي أنهت ال ألا دونسا شومب، هي ذهبت إلى غرفتها. اي بوف غيستا تو سول، والقط بوف بقي بالمرة وحيدا. تو سول افيك لو لابان، وحيدا بالمرة مع الأرنب. وحيدا كما لو نقول بالمرة مع الأرنب. إنو في بالون أسيفيي. هنا عندنا في اتر في الباسي سامبل تعطينا في، إيل في. طبعا هناك لو فيغ فيغ أيضا في الباسي سامبل تشبه له شيئا ما، نقول إيل في. طبعا الحالة فيغ فيغ تتكون عندنا في افيك إي، تتكون بإي. أما لو فيغ اتر في الباسي سامبل فتكون عندنا في، في بإي كما عندنا هنا. إذن كما نقول بأنه لم يكن طويلا ليستيقظ، المقصود أنه لم يلبث طويلا حتى استيقظ، هذا هو المقصود. إنه في بالون أسيفيي يعني أنه لم يبقى طويلا ليستيقظ.
بعد خروج الخادمة استيقظ القط. Il s'approcha de la casserole. طبعا الحال عندنا هنا verb s'approcher يعني اقترب. Il s'approcha de la casserole. هو اقترب منها. القدر تورنا اوتور دار حول. المقصود انه دار حوله en remuant يعني محركا. Le verb remuer يعني حركة. المقصود بموفوار او ديبلاسي يعني تحريك او نقل شيء من مكان الى مكان. اذا نتكلم عن لو فيرب غوميي هنا بطبيعه الحال غوميون يعني محركا سي موستاش كما نقول محركا شواربه يحرك شواربه بما فيها الشعيرات الموجوده عليه. هذا القط بدا يدور حول حد القدر ثم بدا يحرك شواربه ليشم ما به. Puis il souleva, ثم هو يرفع. طبعا عندنا لو فيرب سولفي. Puis il souleva, ثم هو رفع le couvercle, رفع الغطاء. Avec sa tête, برأسه. Et frot. هنا كلمة عندنا تعبر عن واحد الحركة أو عن سرعة واحد الحركة. إذن عندنا كلمة تعبر عن حركة أو عن سرعة فعل. كما نقول نحن بالدارجة عند التعبير عن شيء مر بسرعة نقول مثلا مر دار فيو. دار فيو. إذن هاد كلمة فيو كما عندنا هنا فروت. فروت لو فوالا دون لا كاسخول. كما نقول فيو ها هو في القدر. تعبير عن الحركة، تعبير عن سرعة الحركة، ثم ها هو في القدر. لو فوالا دون لا كاسخول. ها هو في القدر. إذن بسرعة أصبح في القدر. هذا هو المقصود بهذا الكلام. لو كوفار كالغوتون با أبو بخي دابلون. وكما نرى في تعريف صيغة دابلون طبعاً الحال تقرأ دابلون. إذن كما نرى هنا بيان أسا بلاس. بيان أسا بلاس سوغ لا كاسخول يعني بشكل جيد في مكانها على القدر. هل تنقول إحنا بالدارجة بأن الغطاء عود رجع جا في المكان ديالو يعني أنه جا لاصق في المكان ديالو. المقصود أن الغطاء عاد إلى مكانه بشكل مضبوط. إلو كوفار كالغطومبا. عندنا الفيرب غوطومبي. طبيعة الحال طومبي هي سقط. غوطومبي سقط ثانية. إذا كما نقول بأن الغطاء عاد فسقط في مكانه بشكل مضبوط. إذا إلو كوفاركل غوطومب أبوبخي تقريبا أبوبخي تقريبا دابلون. يعني أنه تقريبا في مكانه بمعنى آخر. سو كي سو باس ألو دون سات كاسخول الذي حدث. طبيعة الحال عندنا الفيرب سو باسي. سو باسي يعني وقع. أو حدث. طبعاً الحال عندنا لو فيرب سو باسي يعني حدث أو وقع. ما عندناش لو فيرب باسي يعني أمضى أو مرة. عندنا لو فيرب سو باسي. سو كي سو باسا ألوغ الذي حدث حينئذ دون سات كاسخول في هذا القدر. جو نو لو سي با. جو نو لو سي با. أنا لا أعرفه. المقصود أنني ما عرفتش أشنو عاود وقع داخل هذا القدر. هذا هو المقصود. سو كي سو باسا ألوغ دون سات كاسخول الذي حدث إذن أو حينئذ في هذا القدر جو نو سي با أنا لا أعرفه. جو سي يعني أنا أعرف. جو نو سي با أنا لا أعرف. جو نو سي با أنا لا أعرفه. كار ناتورالمون لأنه طبيعيا. كار ناتورالمون لأنه طبيعيا. لا ناتور يعني الطبيعة. كار ناتورالمون لأنه طبيعيا جو ني سي با لأنني لم أكن فيه. جو ني سي با يعني أنني لم أكن فيه. يعني أنني لم أكن داخل هذا القدر. جوني طيبا هاد إيغراك تتعني الصيغة فيها هاد كلمة قدر اللي ذكرنا. إذا عندنا هنا جوني لو سيبا كار ناتورالمون جوني طيبا لأنني لم أكن فيه. المقصود هنا كار ناتورالمون جوني طيبا أسات كاسخول يعني أنني لم أكن في هذا القدر. إذا طبيعة الحال فعوضت بهاد إيغراك اللي عندنا هنا. ما جو سي سو كي اريفا اون سويت ولكن انا اعرف. ما جو سي ولكن انا اعرف سو كي اريفا اون سويت ولكن انا اعرف ما حدث فيما بعد يعني انني اعرف ماذا حدث بعد ذلك. بويسكو سي بونات المام كي مو لا راكونتي مادام. بويسكو مادام سي بونات يعني ان الخادمه بونات المام هي نفسها كي مو لا راكونتي التي حكته لي أو حكتها لي. عندنا هاد آل تعود على ما حكته بونيت يعني الخادمة الصغيرة. إذا ماذا حدث بعد ذلك؟ دوزوغ أبخي
ساعتان بعد ذلك هنا عندنا ساعتان بعد deux heures après environ يعني تقريبا بونات غوفان دون لا كوزين بونات يعني ان الخادمه الصغيره غوفان عندنا الفيرب غوفانير او باسي سامبل كما هو حال الافعال اللي ذكرنا قبل قليل يعني اغلبها في الباسي سامبل علاش لان عندنا قصه تستلزم يكون فيها الباسي سامبل كما هو المتعارف عليه في القصص اذا بونات غوفان بونات رجعت عندنا الفيرب غوفانير يعني رجع دون لا كوزين دون لا كوزين يعني في المطبخ المقصود ان الخادمه الصغيره عادت الى المطبخ بعد ساعتين تقريبا ال اليم لو فو يعني هي اشعلت النار بي ال بري لا كاسرول ثم هي اخذت القدر طبعا الحال عندنا الفيرب بروندر في الباسي سامبل ايضا بي ال بري ثم هي اخذت لا كاسرول ثم اخذت القدر ا لا بوزا طبعا الحال عندنا الفيرب بوزا يعني وضع ا لا بوزا ووضعته لا كاسرول كلمه مؤنثه ليست كما هو حال الكلمة في اللغة العربية نقول القدر لذلك قلنا هنا ألا بوزا كما نقول ووضعتها سور لو فورنو على الكانون سور لو فورنو يعني وضعتها على الكانون مي بريسك اوسيتو اوسيتو تعني فورا أو في الحال بريسك اوسيتو تقريبا في الحال في نفس الوقت اللي وضعته على الكانون في نفس الوقت تقريبا الذي وضعت فيه الخادمة الصغيرة هذا القدر على الكانون فوالا لو كوفيركل ها هو الغطاء كيبوج الذي يتحرك فوالا لو كوفيركل كيبوج ها هو الغطاء يتحرك هنا عندنا ها هو الغطاء الذي يتحرك سوليف يرتفع أو يقوم أو يقف كما نقول ولكن المقصود أنه يصعد سوليف يعني أنه يصعد سوميدوبو يضع نفسه واقفا المقصود انه يقف بمعنى اخر سونفيرس لو فيرب رونفيرسي المقصود به اسقط او قلب شيئا هنا عندنا لو فيرب سونفيرسي سونفيرسي المقصود به انقلب او سقط وليس اسقط اذا سونفيرس المقصود انه سقط او انقلب بعدما وقف بطبيعه الحال ان بات انغاجي ان بات انغاجي يعني حيوان طبعا كما نرى عندنا لو فيرب انغاجي انغاجي كما نقول بانه محنق طبعا حتى نقولوا احنا بالدارجه بانه جاهل يعني انه خرج جاهل تنتكلم على واحد الحيوان جاهل كما نقول بانه مصاب بداء الكلاب مصاب بالسعار اذا كما نتكلم عن حيوان مسعور اذا ان بات انغاجي حيوان مسعور بوندي قفز طبعا عندما نتكلم عن حيوان مسعور يعني أنه يكون في حركة سريعة وقد يهاجم كل شخص يجده قربه وقد يهاجم كل من يجده بقربه إذا نتكلم عن إن بات أنغاجي بوندي أغض لكاسخول إذا نتكلم عن حيوان مسعور يقفز أغض لكاسخول خارج القدر يقفز خارج القدر بعدما فتح الغطاء وأسقطه ترافيرس لا بياس يعني أنه اخترق أو مرة وسطة هنا طبعا الحال عندنا الغرب تخافيرسي تخافيرس لبياس طبعا الحال الغرب تخافيرسي هي اجتازة إذن هو يجتاز ماذا؟ يجتاز لبياس طبعا الحال لبياس ممكن أن تعني القطعة ممكن أن تعني جزء ممكن أن تعني كمية من مادة معينة ولكن الذي عندنا هنا أن تعني حجرة حجرة السكن هذا الحيوان اجتاز هذه الغرفة إذن تخافيرس لبياس اجتاز الغرفة سوطون بار لا فونيتر ثم مرتميا من خلال النافذه عندنا لو فيرب سوتي سوتي يعني قفز اذا كما نقول هنا قافزا بار لا فونيتر من النافذه سونفوي دون جاردان اذا هو قافزا من النافذه سونفوي دون جاردان يعني انه هرب الى الحديقه هرب الى الحديقه اي بونيت والخادمه الصغيره فويون فويون لا كاسرول فيد فويون لا كاسرول فيد نادرة للقدر فارغا طبعا الحال هي شايفة القدر فارغ اي بونات فويون لا كاسرول فيد والخادمة الصغيرة فويون هذا لو فوار فويون كما نقول رائية او نادرة لا كاسرول فيد القدر فارغا المقصود هي تتشوف القدر فارغ سوما اكريي يعني أن بدأت في الصراخ طبعا الحال ما تخيا وضعها ولكن عندنا واحد الساعة أن تتقال بحلكة
يستعمل فيها لو فيغ متر اللي هي سو متر ا، سو متر ا اللي تتعني بدا في او اخذ في. اذا سو ماكري يعني انها بدات او بدا بصفه عامه، اكري في الصراخ او بالصراخ. اذا بدات في الصراخ او اخذت في الصراخ. ماذا بدات تقول؟ لولا با سي سوفي، لولا با سي سوفي. الارنب هرب، الارنب هرب. اذا ظنت بان الارنب الذي كان مطبوخا بانه قام من هد القدر ثم هرب. طبعا سنكمل مع القصه في الحصه القادمه. حياكم الله والى لقاء قادم باذن الله.